مساء الفل والسعادة والجمال على كل الناس الحلوة اللي بتتفرج علينا. وحشتونا من الأسبوع اللي فات مع مساء السعادة. النهاردة عندنا فقرات كتير قوي وحلوة هتعجبكم، بس أنا بصراحة قررت أبدأ بأقرب فقرة لقلبي وهي فقرة الميك اب. أتمنى البرنامج كله يبقى فقراته ميك اب لأن دي أقرب فقرة لقلبي. خلونا نرحب بالجميلة الميك اب ارتست ولاء هشام. ازيك يا ولاء؟ منورانا. والموديل الجميله اسراء، منورانا يا اسراء. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ منورانا في مساء السعاده. قولي لي بقى يا اسراء، انت طبعا اشتغلتي على الموديل قبل الميك اب قبل الحلقه. الاساسيات الاول هي حطينا بس البرايمر وكريم الاساس والباودر، وعملنا اللي هو العين دي، ولسه هنكمل بقى في العين. طب الاول قولي لي، انت حطيتي الفونديشن على اي اساس؟ اخترتي درجتها؟ عرفتي منين الدرجه بتاعتها ونوع بشرتها؟ لان في ناس كتير بتقع في الموضوع ده. تمام، احنا اول ما هنجيب هنروح يعني المكان اللي احنا هنروح نشتري منه، محل الميك اب يعني، نعمل بقى ايه محل ميك اب، بس يكون مثلا حاجه بتبقى موثوقه، يعني مكان ابقى طبعا اشتري الحاجات المضروبه طبعا. اكيد بتاذي بشرتنا بقى. اول حاجه هنعمل تيست هنا، يعني في ناس بتعمل على ايديها، لا احنا نعمل تيست يعني هنا. اللي على الايد غلط. لان لون الايد غير لون البشره، صح؟ هي هتيجي ايه تعمل تيست كده، فهتلاقي ان اللون ده الاقرب لبشرتها هي دي اللي هتختارها، هي دي اللي هتجيبها. طيب ممكن بقى وانت تشرحي لنا كده تشتغلي على الموضوع علشان الوقت. قولي بقى كده هتعملي ايه؟ اول حاجه هنرسق. خلاص احنا حطينا الاساسيات وكل حاجه. حطيتي البرايمر والفاونديشن والباودر. والباودر اوكي، رسمنا الحواجب بقى وخلاص كده، بس فاضل ان احنا بس نحط في بيز كده، بنحطه لونه فاتح. ايه البيز اللي هو فاتح؟ قصدي ايه اللي هو الاي شادو؟ بنحط اول حاجه زي بتعملي كونتور للعين كده. بالظبط كده. ورينا بقى عملتي ازاي. طب الاول هو لو في حد عنده، يعني انا هقول لك وانت بتشتغلي اوكي، لو في حد عنده تحت العين هالات، كلنا بنعاني من مشكله الهالات دي، ايه بقى نعمل ايه؟ اول حاجه بنحط الكوريكتور. بيبقى في كوريكتور بيبقى الوان بقى، بيبقى الاخضر والاورنج الاخضر بتاع ايه والاورنج بتاع ايه؟ الاخضر بتاع لو انا عندي حبوب حمراء او اي حاجه في وشي بتبقى لونها حمراء. اوكي، يعني اول حاجه بنحط عليها الكوريكتور وبنفرده الاخضر على الحبوب. وبعد كده بنفرده يعني بالطبطبه، يعني زي كده نجيب مثلا ايه بطبطب عليها صغيره كده. بطبطب عليها مش امسحها كده. اوكي، وبعد كده احط عليها اللي هي ايه كريم اساس او كونسيلر، بيبقى لونها بيبقى اغمق من درجتي، درجه البشره نفسها بيبقى لا اغمق. ايه اللي بحطه اغمق من درجتي؟ كونسيلر او فاونديشن. ده فوق ايه؟ فوق الكوريكتور. فوق الكوريكتور. اوكي، بس يبقى لازم يبقى اغمق من درجه بشرتي. وبعد كده احط فوقيها بقى اللي هي درجه الفاونديشن بقى اللي انا جايباها بقى، اللي هي لايقه على درجه بشرتها، درجه بشرتي او تمام. افتح من طيب درجة. اشتغلي بقى كده ورينا هتعملي ايه في العين. هنحط اول حاجه لا مش كوريكتور خالص، الاي شادو. الاي شادو صح؟ بالظبط كده. انا شايفاكي حاطه لون بيلمع، يعني في لون على العين اللي انت خلصتها. جليتر شيمر. هو اي شادو بيبقى فيها لمعه كده، بس ما ينفعش ان الواحد يعني بينزل بيها ميك اب. طيب وانت بتعملي لنا كده، قولي بقى نصيحه للناس كده هم بيحطوا الميك اب، ممكن مثلا نعمل ايه قبل الميك اب؟ قبل الميك اب اول حاجه بتهتم ببشرتها انها تعمل ماسكات تنظيف وتغسل بس وشها بغسول، ما تغسلش بالصابون لان الصابون بينشف البشره. طيب أوكي. وبعد كده تحط البرايمر. تمام، او كريم ترطيب، وبعد كده البرايمر، وبعد كده كريم الاساس. اوكي كملي اعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، استنونا. اشرحي لنا بس كده وانتي بتتكلمي على ما هو يطلع لنا فاصل. بتعملي ايه دلوقتي؟ بعمل الاي شادو، بحط اللي هي الدرجه اللي هي ميكس ما بين اللون ده واللون الاورنج اللي هو ده.
تمام. بعمل ميكس ما بينها. طب قولي لي كده اللوك ده يعتبر ايه؟ لوك نهاري ولا لوك سواري ولا ايه؟ بس ما ينفعش بالنهار طبعا عشان اللي بيلمع ده، صح؟ اه طبعا بيبقى عشان لو هو ينفع نهاري ينفع، بس يعني ما احطش الجليتر ده. تمام. كميك اب انه انت منورانا يا ولاء، نورك، وان شاء الله تجي لنا تاني في مساء السعاده باذن الله، علشان بس وقت البرنامج نطلع فاصل، واستنونا نكمل معاكم فقراتنا ان شاء الله. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، والنهارده معانا فقره مهمه جدا هتفيد برضو كل الناس اللي بتتفرج علينا. خلونا نرحب معانا بدكتور رنا صيدلي اكلينيكي. منورانا يا دكتور في مساء السعاده. محمد الله بيك. ربنا يخليكي يا حبيبتي. قولي لي بقى يا دكتور الاول، ايه موضوع الادويه والمضادات الحيويه دي الاول؟ عرفي للناس ايه المضادات الحيويه دي. المضادات الحيويه هي عباره عن ادويه او مواد كيميائيه. الدواء عباره عن ماده كيميائيه هي مسؤوله ان هي تقاوم بكتيريا معينه عجز الجسم والجهاز المناعي عن مقاومتها بشكل كافي، فبدات تظهر في على الجسم في صوره اعراض معينه. وهي طبعا المضادات الحيويه بشكل عام بتستخدم كعلاج او كبريفنتيف او كوقايه من العدوى اللي هي بتظهر على الجسم في صوره مثلا فيفر او حمى او ارتفاع في درجه الحراره او التهابات او ما شابه ذلك. طب قولي لي، احنا عندنا ما بنعرفش نفرق قوي ما بين ان المضادات الحيويه والمسكنات، يعني انا لو مثلا ابني او بنتي او انا شخصيه مثلا تعبانه، اي اقرب دواء لايدي باخده واحطه على طول عشان مسكن وعايزه انجز والتعب ده يروح. فقولي لي ده غلط ان احنا نفضل ناخد في ادويه ومضادات حيويه كده من غير ما نبقى عارفين استشاره صيدلي او دكتور؟ ده غلط لو انا عارفه مثلا ان الدواء ده بتاع الحاله دي فاخد على طول. هو السؤال بصراحة جميل جدا، يعني هو في فرق كبير جدا جدا ما بين المضادات الحيوية والمسكنات، لأن المسكنات دي حاجة أنا باخدها علشان مثلا أمنع الألم بشكل معين، وبيبقى ليها طبعا بروتوكولات خاصة بيها وممكن استخدمها بشكل ما يضرنيش. إنما المضادات الحيوية طبعا يعني ممكن استخدمها بشكل طبعا ما يضرنيش برضو في حدود، لكن المضادات الحيوية أنا بستخدمها بجرعة معينة والدكتور بيكتبها طبقا للبروتوكولات العلاجيه وطبقا لتشخيصه هو وطبقا للمزارع اللي بيطلبها. وبتبقى محدده بجرعه معينه ولفتره معينه، استخدامها على المدى الطويل او المدى اللي هو بدون استشاره طبيب او بدون تحديد طبيب ليها، ده بيخليني اخسرها على المدى الطويل. يعني ايه اخسرها؟ اخسرها يعني ان البكتيريا تقاوم بعد كده المضاد الحيوي، فبالتالي ما يبقاش للمضاد الحيوي بتاعي اي فعاليه على المدى الطويل، وممكن الشخص نفسه يوصل لدرجه ان ما فيش اي مضاد حيوي ممكن يجيب اي فايده معاه. ودي فعلا ده علشان بياخد المضاد الحيوي لفتره طويله ولا عشان بياخده كتير؟ علشان بياخده لفتره طويله او بجرعه غلط، او علشان بياخده مثلا اول يومين ويقطعه، لان اول يومين بيحصل تحسن احيانا في الحاله، فالمريض احيانا بيقرر ان هو يوقف المضاد الحيوي، وده سوء استخدام منه. ممكن طبعا يزيد في استخدام الجرعات وده برضه غلط. وممكن يتهيأ له ان هو علشان خد المضاد الحيوي مثلا الفلاني في حاجه قديمه، انه في اي وقت يقدر ياخد المضاد الحيوي دوت بدون استشاره طبيب. وده غلط، يعني هو شخص نفسه ويبدا ان هو يعني يتعامل الشعب المصري بيعمله ده غلط. طبعا طبعا لازم المضاد الحيوي يتكتب بامر من الطبيب، وبنتشارك احنا معاه الطبيب في ان احنا نظبط الجرعات. طب لو انا مثلا حصل لي عرض ورحت للدكتور واداني مضاد حيوي معين، اوكي تمام، وانا دلوقتي بعد شهر شهرين ثلاثه انا حصل لي نفس العرض تاني، انا مطالبه ان انا اروح برضو للدكتور تاني علشان خاطر ما هو يديني نفس الدواء؟ طب ما انا ممكن اقول لنفسي ما هو انا دي نفس الحاله فاخد نفس الدواء بنفس الكميه. ده هو غلط ده الغلط الفادح. ليه بقى؟ لان نفس الدكتور الحالة. في كل مره بيحدد المده وبيحدد الجرعه، الجرعات مش متساويه في كل مره. انا ممكن اخد على حاجه بريفيوس قديمه على تاريخ مرضي انا حصل لي قبل كده، بس مش كل مره الكميه بتختلف. تمام، مش كل مره هيدي نفس الحاجه. طب ايه ده لو هو فعلا ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل لو انا خدت الكميات بطريقه مش كويسه؟ مقاومه البكتيريا، وافقد هذا النوع من العلاج وافقد تاثيره على المدى الطويل. مهما خدته ما ياثرش، مهما خدته هفقده
وهضطر ادخل في حاجه كاتيجوري اعلى او فئه اعلى من الادويه اللي هي المفروض ان انا استخدمها، وفي حين ان العيان كان المفروض يتفادى كل ده ان هو في كل مره يروح للدكتور، ومش في كل مره بتبقى الحاله زي بعضها. مش مفروض ابدا ان اي عيان يشخص نفسه، مش المفروض ابدا. طيب المضادات الحيويه بتفرق من يعني مثلا لو حاله شخص كبير نفس حالة طفل صغير، المضادات الحيوية بتختلف من الكبير للطفل؟ طبعا بتختلف. اولا في البروتوكولات العلاجية اللي هي الجايد لاينز، بيبقى في بعض الامراض ليها بروتوكولات علاجية للاطفال وبروتوكولات علاجية للكبار، دي اول حاجة. تاني حاجة ان الجرعات بتاعت الاطفال بتختلف عن الكبار، بتختلف عن المسنين. يعني كل سن ليه مضادات حيوية بتاعته. تمام. طب الاول قولي لي يا دكتور، ايه الفرق بين الدكتور الصيدلي والصيدلي الاكلينيكي؟ لانه انا نفسي يعني اول مره اعرف انه في فرق. الصيدلي اللي هو الهوسبيتال فارماسيست والكلينيكال فارماسيست اللي هو صيدلي المستشفى وصيدلي الاكلينيكي، وفي كمان الكوميونتي فارماسيست او الصيدلي اللي هو واقف في صيدليته اللي هي الحره. اول حاجه الصيدلي المستشفى ده اللي هو مسؤول ان هو يصرف الدواء داخل المستشفى، تمام، بيصرف العلاج زي ما هو مكتوب في استمارة تنفيذ العلاج او في الاستمارة الموجودة اللي هو المفروض الدكتور بيكتبها داخل المستشفى. ده الصيدلي. الصيدلي جوه المستشفى. تمام. الصيدلي اللي هو واقف في صيدليته برضو بيصرف العلاج، تمام، اللي هو بتجيله في الروشتة اللي موجودة جوه الصيدلية بتاعته او الصيدلية اللي هو واقف فيها بيصرفها برضو. تمام. والاثنين واحنا مسؤولين معاهم احنا كلنا ان احنا نعمل تثقيف دوائي للمريض، بمعنى ان احنا ندي معلومه للمريض ازاي ياخد العلاج الصح في الوقت الصح وبالجرعه الصح وينهيه في الوقت المحدد. اما الصيدلي الكلينيكي هو بيتدخل مع الدكتور ان هو يشوف الجرعه المناسبه لكل دواء ويظبطها. يعني ايه بيدخل مع الدكتور؟ يعني انا دلوقتي طلعت من عند الدكتور هو كتب لي مضاد حيوي معين، فانا بروح اجيبه من الصيدليه زي ما اي حد بيعمل. تمام. ايه بقى يعني الدور بتاع حضرتك دلوقتي فيه؟ دور الصيدلي الاكلينيكي دايما بيبقى بيعمل مرور مع الطبيب وبيشوف التفاعلات الدوائيه ما بين الادويه وبعضها، واحيانا بيضطر ان هو يباعد ما بينهم في التوقيتات. طب الدكتور ما يقدرش يعمل ده؟ الدكتور العادي ما يقدرش يعمل ده؟ طبعا يقدر، بس هي الفكره ان احنا بنبقى اكتر ناس دارسين فارماكولوجي وفارماكوكينيتكس اللي هو علم الادويه وعلم حركيات الدواء، يعني ازاي الدواء بيأثر جوه الانسان وازاي الدواء الانسان كمان بيأثر بجسمه على الدواء ده. فاحنا اكتر ناس مميزين في الحته دي كصيادله بصفه عامه وككلينيكال بصفه خاصه، لان احنا بنبقى كل حد بيبقى متخصص في تخصصه، يعني في كلينيكال كارديولوجي، يعني كلينيكال تخصص قلب، في كلينيكال تخصص مسنين. يعني مش قول مش كل لا حاجه. مفيش كلينيكال كده، كلينيكال تخصص قلب، تخصص مسنين، تخصص اطفال، فبيبقى كل واحد مختص في حتته. يعني انا ممكن اجيلك وانا وحضرتك يبقى تخصصك حاجه تانية بعيدا عن الحاله بتاعتي، فما تقدريش تفيديني. لا، الكلينيكال بيقدر يتعامل، الكلينيكال بيقدر يتعامل، بس ده يعني حاجه بتبقى ماتش مور ادفانسد او اكتر شويه، ان كل حد بيبقى متخصص في حتته. اكتر شويه. بس طب اقدر استغنى عن الدكتور؟ يعني اقدر مثلا؟ لا لا طبعا استحاله. الدكتور يعني تشخيص المرض هو لازم يشخصك الاول الحقيقه الاساسي. احنا اللي احنا بن بن بيبقى فيه يعني زي شورى ما بيننا ان احنا نحط البروتوكولات العلاجيه مثلا للمضادات الحيويه، لاستخدام ادويه المضاده للالم كده يعني. طب قولي لي كيفية اختيار المضادات الحيوية بتبقى ازاي؟ يعني ازاي اختارها؟ اولا اختيار المضاد الحيوي بيبقى تبع للعيان وسنه، بيبقى تبع لحالته والتاريخ المرضي بتاعه، وبيبقى تبع التاريخ المرضي بتاعه مع كل مضاد حيوي على حدة. يعني ممكن يكون مثلا الدكتور كاتب له على مضاد حيوي معين، بس هو حاليا مش هيجيب المضاد الحيوي دوت مثلا معاه نتيجة بس واستخدامه. بيعتمد برضو على المزارع اللي الدكتور بيطلبها. احيانا الدكتور بيطلب ان هو يعمل مزرعة معينة، فعلى حسب نتيجة المزرعة دي الدكتور بيبدأ يحدد يا دواء الفلاني والدواء العلاني كده، يعني على حسب طبعا. وكل دواء طبعا بيبقى تحت حاجة اسمها البروتوكولات العلاجية او الجايد لاينز اللي احنا بنقدر نمشي عليها. ولينا جايد لاينز جوه مصر بسبب ان حصل ريزيستنس او مقاومه بالبكتيريا كتير قوي، ولينا حاجه اسمها انتي بايوجرام داخل كل مستشفى بقى ليها. اسمها ايه؟ انتي بايوجرام. انتي بايوجرام.
كل مستشفى بيبقى ليها الانتي بيوجرام بتاعها اللي المعمل بيحدده. المعمل بيعمل حاجه اسمها زي تشارت او حاجات، يعني بيشوف داخل المستشفى دي ايه اكتر بكتيريا سنسيتيف او حساسه في المكان، فبالتالي هقدر اختار المضاد الحيوي الصح على طول من غير ما اهدر وقت العيان ان هو يقعد عندي في المستشفى اكتر. هختار صح بشكل اسرع، وهقدر ان انا اقلل الاسراف المباشر واللا مباشر، قعدته عندي في المستشفى ان هو بيدفع فلوس. هقدر ان انا اتارجت او اهدف على البكتيريا اللي هي ماتش مور ريزيست عندي، او هتبقى الانتي بايوتيك اللي انا هختاره دوت حساس ليها اكتر. طب قولي لي يا دكتور، ايه الفرق ما بين المضادات الحيويه والمسكنات؟ يعني انا عارفه انه مثلا لو انا عندي صداع تمام، فانا بقوم واخده بنادول مثلا، تمام، ده كده طبعا مسكن بيسكن دلوقتي، تمام. طب انا لو خدته غلط بيحصل لي برضو مضاعفات صعبه زي لو خدت مضادات الحيوي بطريقه غلط؟ هي ايه المسكنات وايه الفرق ما بينهم؟ اخطائها مختلفه تماما عن اخطاء المضادات. ايه الاخطاء الاصعب؟ يعني ايه المضاعفات اللي فعلا تودي في داهيه؟ بيتهيالي الاثنين اخطائهم صعبه، بس المضادات الفكره ان في المضادات، يعني انا وصلنا طبقا للاحصائيات الاخيره ان احنا هنوصل، هيجي علينا يوم من الايام هنرجع لعصور يعني ما قبل اكتشاف المضادات، يعني في ناس اوريدي يعني هتموت بسبب سوء استخدامها للمضادات الحيويه، وان المضادات الحيويه كلها بقت ريزيست ليها ومقاومه للبكتيريا اللي عندها، فمش يعني هنقدر نعالج. ممكن تسبب الوفاه لو استخدمها بطريقه غلط؟ ممكن يحصل وفاه للحاله بسبب عدم علاجها نظرا لمقاومه البكتيريا لكل انواع المضادات اللي الشخص طول عمره اساء استخدامها بالصوره الخاطئه. طب قولي لي يا دكتور، انت قلتي لي قبل الحلقه ان انت عندك جروب واتساب، تمام. طبعا هي الارقام ظاهره للناس على الشاشه، ارقام تمام. دكتور رنا حسني، تمام. بس قولي لي بقى كده الارقام دي لو حد عايز يدخل على الارقام دي ويدخل لك على الواتساب، انت عامله جروب كبير تقدري تفيدي الناس منه، تمام. فاشرحي للناس كده بتفيديهم ازاي بقى بالجروب ده، يعني بتعملي ايه؟ ممكن الناس لو عايزه تدخل على الجروب ده تسالك تستشيرك في حاجه بتعملي ايه؟ احنا عندنا ثلاثه جروبس على الواتساب، تمام، متقسمين يعني ثلاث اقسام. اوكي. يعني هو الفكره ان انا اللي بيدخل لي على الواتساب ممكن صيادله، ممكن بيشنتس، تمام، مرضى، يعني اي حد عاوز يسال في اي حاجه. انا يعني الفكره ان انا اي حد بيلجا لي في الاسئله من الصيادله، مثلا ازاي نختار جرعه معينه في اي حاجه، ازاي مثلا ندور على البروتوكول العلاجي في حاجه معينه، بنقدر ان احنا نتشاور فيها. ده جروب للصيادله وبتستشيروا بعض عليه. وطبعا برضو اللي بيعوز اي حاجه من البيشنتس، ازاي استخدم دواء معين، او لو اي حد عايز يعرف الدواء دوت مثلا خطورته ايه، هل ليه خطوره ولا لا، فاحنا بنطمنه لو في طريقه معينه ان هو يستخدم بيها الدواء صح، باكد عليه ان هو يستخدم الدواء ده بصوره صح، لو في تحليل معين هو شايف ان هو التحليل ده بالنسبه له مش مهم وانا شفت ان هو التحليل ده لا مهم ان هو يتعمل، انا باكد عليه. يعني هو ده دور الصيدلي الكلينيكي دايما، هو التثقيف الدوائي والتوعيه بكل ما يخص الدواء. ليه موضوع الصيدلي الاكلينيكي ده مش منتشر عندنا؟ يعني انا بجد اول مره اسمع، يعني انا ما سمعتش ده كتير خالص. كل المتعارف عندنا دايما اللي هو الصيدلي العادي. ليه الصيدلي الاكلينيكي مش منتشر؟ ممكن مع ان هي حاجه مهمه، يعني من شرح حضرتك ان يعني دي حاجه مهمه جدا في الطب. طبعا. طب ليه مش منتشره في مصر؟ ليه الناس ما عندهاش وعي عنها كامل؟ ممكن يكون علشان يعني هي حاليا بصراحه يعني هو الموضوع انتشر جدا عن زمان. يعني زمان كمان؟ يعني ده انتشر يعني زمان في 2006 و2004 و2001 كان لسه الموضوع مش زي النهارده، لكن ده الحمد لله النهارده الموضوع بقى منتشر، بس يمكن منتشر ما بيننا اكتر ك يعني كصيادله كمهنيين يعني. بس طبعا الناس لازم يعني تبقى عندها وعي. هو اي صيدلي بيقف في صيدليته ويقدر ان هو يدي معلومه دوائيه كامله ويقدر ان هو يتكلم مع العيان ويعرف ايه مشاكله، هو يعتبر صيدلي كلينيكي. بس هي الفكره ان الصيادله مثلا بيبقوا يعني هو الناس بيبقوا عارفين ان اللي واقف ده صيدلي، صيدلي كلينيكي. التخصصات بقى دي التخصصات اللي هي اللي بيننا دي، يعني هي هو دي بقى اللي يعني مش منتشره ومش معروفه قوي. نورتينا يا دكتور، وان شاء الله نتمنى ان انت تكوني معانا تاني في مساء السعاده ونستفيد منك بكم معلومات حلوه جدا. واي حد بيتفرج علينا ارقام دكتور رنا موجوده على الشاشه، لو حد عايز يدخل على جروب الواتساب يسالها او يستشيرها في اي حاجه الدكتور مش هتتاخر عليكم يا جماعه ان شاء الله. نطلع فاصل واستنونا مع
خلصناش. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومعانا فقره النهارده بقى مميزه جدا. كل البنات طبعا اهم حاجه عندها في الدنيا شعرها، كلنا عارفين ان الشعر ده احسن حاجه في البنت، وكلنا بنبقى عايزين نهتم بشعرنا ونطلع باحسن صوره ليه. خلونا نعرف كل تفاصيل الشعر مع اللي منورانا النهارده، اميره مصطفى خبيره العنايه بالشعر. منورانا يا اميره. اهلا بيك. منورانا في مساء السعاده، وان شاء الله ما تبقاش اول مره. ان شاء الله. ان شاء الله. قولي لي يا اميره، انت تخصص بروتين؟ قولي لي، طيب في ناس كتير قوي بتخاف من موضوع البروتين ده، وبيبقوا شايفين ان هو عيوبه اكتر من مميزاته، وبنسمع طبعا انت عارفه الفيدباك يعني بتاعت الشعب المصري، ناس تقول حلو جدا، وناس تجربه تقول وحش جدا، ناس تقول ندمنا قوي ان احنا عملناه، وناس تقول لا ده ندمنا ان احنا ما عملناهوش من زمان. طيب فعرفي اول حاجه خالص للناس، البروتين ده علاج ولا حاجه تجميلي؟ خلينا اقول لك الاول ان حضرتك بتقولي في ناس بتقول حلو وفي ناس بتقول وحش. أكيد. طب هي ليه اللي بيقول حلو ليه وايه اللي بيقول وحش ليه؟ تمام. اللي بيقول حلو هو اتعمل عند حد متخصص بروفيشنال كويس، اتطبق بطريقه كويسه، لان طريقه التطبيق نفسها ممكن تضر شعرك حتى لو البراند بتاع البروتين نفسه تمام، بس الطريقه نفسها ممكن تضر. يعني ايه طريقه اللي هو الطريقه اللي بتعمل بيها البروتين في الشعر؟ طريقه التطبيق نفسها من اول بدايه الغسيل اصلا ممكن تقطم شعره وتبوظه، وبعد كده توزيع الماده، الكبس بالمكوى، كل الحاجات دي ممكن تضر الشعر لو استخدمت بطريقه غلط جدا. اهم حاجه المتخصصه تكون عارفه هي شغاله مع شعر عامل ازاي. يعني تقصدي ان الفكره الناس اللي اشتكت منه مش من البروتين نفسه، الطريقه اللي اتعمل بيها البروتين او نوع البروتين، صح كده؟ كمان ممكن في براندات مش كويسه، يعني في براندات كتيره في السوق مش تمام، يعني دي بتضر الشعر. طيب هنيجي طبعا لحته البراندات دلوقتي، بس قولي لي الاول دي اهم حاجه الناس عايزه تعرفها، لانه الناس متلخبطه ما بين الجزئين دول، هو البروتين علاج يعني حاجه بنعالج بيها الشعر اللي مش كويس ولا تجميل؟ لا هو مش علاج غذاء، هو علاج شكل تجميلي. يعني كاني رايحه اعمل مثلا في الكوافير بيبي ليز بس مدته طويله شويه. علاج تجميلي بيعالج الشكل والهيشان والتقصف في الشكل الملمس. علاج تجميلي شكل، مش علاج للشعر نفسه. لا خالص. طب امتى اقول ان شعري محتاج بروتين؟ لما يكون الشعر بقى يعني وصل لمرحله اللي هو الشعر الافريقي، اللي هو انا ما بعرفش اسرحه واتضايقت من شكلي كده، اللي هو انا خلاص بقى على طول بعمل بيبي ليز بيبي ليز، زهقت بقى عايزه اعمل شعري وارتاح يعني منه فتره. يعني تقصدي الخشن جدا، الخشن اللي هو درجه صعبه ما تقدريش تسرحيه؟ الشعر القطني. طب لو في ناس مثلا شعرها بيبقى هايش، اللي هو انا مش خارجه من الشاور شعري مرفرف على ظهري. لا هايش دي ليها علاج تاني غير البروتين، بس في ناس بقى عروسه ومضطره بتبقى فعلا عايزه تعمل شعر بروتين وتستغنى عن يعني تلاقي العرايس دايما هي حابه تعمله، بقت موضه اصلا ان العروسه تعمله. ده هو دلوقتي ما فيش عرايس، ده حاجه من الجهاز. زي الصيني فعلا كده عندنا. فعلا العروسه بتخش هي شعرها ده قبل العريس اصلا البروتين ده. بتعمله على طول. طب قولي لي هو البروتين ده الشعر اللي بيطلع جديد بيعمل فيه ايه؟ ممكن نعيد جذوره، بس هو اصلا علميا ان الشعر يتعمل بروتين 3 مرات في العمر كله. ايه ده؟ 3 مرات في العمر كله؟ طب افرض انا عايزه، اكتر مثلا. لا ما اكتر، بتعيدي على الجذور بس. بتعيدي على الجذور بس مش على توتال شعرك كله. انما اللي اتعمل اللي اتعمل خلاص. هي المتخصصه بتحط ماده بتجذب. ليه 3 مرات؟ يعني لو اكتر من كده، لو انا ما التزمتش مثلا بالمعلومه دي يحصل ايه؟ الشعريه ضعيفه، انت بتتكلمي على شعره سمكها ضعيف. ما تستحملش المكوى على طول على طول، في ناس مدمناه اصلا اللي بتعمل بروتين خلاص ما تعرفش تبطله، خدت على شكلها ستريت كده الشعر تمام كده. طب هو انا لما اعمل بروتين، لو حد عمل بروتين بينفع انه انا اعمل شعري بعدها كيرلي؟ ينفع اعمل كيرلي ولا هو الليس من كتر ما هو بقى ليس؟ لا ما ينفعش تحطي مكوى عليه بتضر الشعر، بيبي ليس بعد البروتين يضر الشعر. ايه ده ثواني، يعني انا لو الشخص اللي عامل بروتين ما ينفعش يجي جنب البيبي ليس خالص؟ لا غلط، بوظ الشعر. يحصل ايه؟ لا تقوم الشعريه بتضعفيها اكتر الشعريه، لان البروتين حمله اصلا على الشعرايه. البروتين حمله على الشعر. طب قولي لي ايه اضرار البروتين وايه مميزاته؟ طبعا مميزاته حضرتك احنا لسه ذاكرينها دلوقتي، اللي طبعا هو الشكل بيبقى حلو، الشكل الجمالي والرطوبه والطراوه وحاجات زي كده. طبعا أوكي. كله عارفين. طب الاضرار بقى، الاضرار ان كتره ممكن يسبب تساقط، ودي تبقى مشكله. بتسبب تساقط؟ طبعا. طب لو يعني ايه الطريقه نلحق ده ازاي؟ ناخد كرسي بقى، كبسولات من الصيدليه
وفي لوشن وفي اسبري كده بيتحط على الشعر، ده بيعالج التساقط. ده بيعالج التساقط. طب قولي لي يا اميره، في بيبقى حاجات بتبقى منتجات او حاجات للعنايه بالشعر بعد البروتين، الحاجات دي مهمه يعني؟ بشوف في شامبو بروتين، بلسم بروتين مكتوب عليه كده. اهم حاجه اصلا مجموعه العنايه بعد البروتين دي بتحافظ على شكل الشعرايه وبتحافظ على البروتين نفسه اللي اتعمل، لان انت لو استخدمتي حاجه فيها صوديوم بتبوظي الدنيا، البروتين بيفك من الشعر. يعني الشامبو والبلسم والحاجات اللي بعد ده بيحافظ على البروتين وبيحافظ على الشعرايه. ده كانه كورس علاج يعني، مش الناس تفتكر انه انا خلاص عملت البروتين. لا ده مهم، ده قبل ما تعملي البروتين يبقى مجهزه المجموعه. والله طبعا. طب لو انا استخدمت شامبو مختلف مثلا، يعني خلاص انا خلصت البروتين وروحت البيت وانا باخد شاور بقى، الشامبو العادي اللي انا بستخدمه لا اللي فيه صوديوم هيبقى هيفك البروتين. يفكه؟ طبعا. البروتين يعني كاني ما عملتش، بغلف الشعرايه بالماده يعني. فانا لما اغسل بماده صوديوم اكيد هتروح من الشعر كله. طب قولي لي، بحس ساعات ان البروتين بيفتح لون الشعر شويه. ده فعلا من درجه حراره المكوى والاحماض ممكن اللي في البروتين، الحمض اللي في لون يعني القلوي. لا هو ما فيهوش لون، هو الحمض اللي في البروتين مع درجه حراره البيبي ليس هو ممكن تسبب كده، بس في بروتينات ما بتعملش، ما بتغيرش لون. طب قولي لي الناس بقى ازاي نعرف البروتين ده مضروب ولا مش مضروب؟ اعرف النوع منين بعيدا عن ثقه في المكان يعني؟ ده خلاص اوكي، كل الناس اكيد فاهمه، لو في حد واثقه فيه بتروح له. انواع بروتين، في انواع بروتين معينه هي دي اللي الناس تثق فيها انه تمام للشعر، ولا كل الانواع ممكن يبقى في منها مضروب وفي منها تمام؟ لا في ناس يعني مش عايزه اعمل في حد، بس هو في ناس فعلا طبعا بدون تكون حاجه براند عالي قوي تفضل منها العلبه تحطها من حاجه تانية، وده طبعا يعني العلبه تفضل موجوده. ايوه، ونحط فيها منتج تاني وتقول للعميله ان ده هو ده البروتين ده. طب بشوف يعني مثلا عشان برضو الناس يبقى عندها وعي، لو انا بعمل شعري وهي عملت الحركه اللي انت بتقولي عليها دي، بلاحظ ايه؟ بلاحظ امتى؟ في شعري؟ وانا طالعه بلاقي نفسي عادي زي اللي مش مضروب. لا كل البراند هتديك الشكل، هتديني الشكل. طب امتى بقى هلاقي المضاعفات بتاعه المضروب؟ بعد كده الاقي تساقط، الاقي تقطيم في الشعر، الاقي شعري ضاع، فتلته بقت عامله زي الاستك. بعد كده الفتله بتبقى عامله زي الاستك. ساعات بشوف دايما البروتين لما بيتعمل اغلبيه الشعر بيبقى متقطم كده، ده من ايه؟ ده سبب التقطيم حاجتين يعني. خلينا اقول ان التقطيم ده اصلا بيظهر على طول بعد ما تعمل بروتين، يروح من شعرها تحس ان في تقطيم كده، ده بيجي من درجه الحراره البيبي ليس العاليه، وبيجي لو المتخصصه نفسها بتكوي على الشعر بالبيبي ليس ده شعر مبلول او مندي، حاجه بسيطه يعني. هو البروتين ما ينفعش ان انا اعمله على شعر مبلول؟ دي غلط جدا. ما ينفعش البروتين على شعر مبلول؟ لا خالص، لازم يكون شعر ناشف. طبعا لو مبلول يعمل اللي انت بتقولي 100%. لكن وانا وزع الماده ممكن يكون مندي 80%، ده عادي. لكن وانا وانتي شغاله في المكوى لازم يكون 100%، لازم يكون 100%، فيحصل التقطيع ده. طبعا لو الشعر مبلول شويه. طبعا. علشان كده طريقه اللي انت بتقولي، طريقه الاستخدام بتاعته هي اهم من الماده نفسها اللي بنحطها. والماده برضو يعني الماده مهمه برضو انها تكون براند معروف ومحترم. كويس. طبعا. طب اسعاره بتتفاوت بين يعني ممكن اسمع مثلا مكان البروتين فيه عالي قوي، مكان لا، ده بيبقى عشان البراند بتاع البروتين. طبعا ده عشان براند طبعا البروتين. بيبقى فرق جامد في اللتر. طب قولي لي اميره، لو حد عامل صبغه في شعره، الصبغه المفروض لو انا عايزه اغير لون شعري قبل ولا بعد؟ يفضل قبل البروتين علشان بعد. قبل البروتين؟ طب ما انت بتقولي بتغير اللون شويه، طب ما هو لو ما تغير اللون صبغه كده لونها مش هيظبط معايا. انا بقى بعمل درجه اغمق، لو انا فعلا هعمل صبغه قبل البروتين بعمل درجتين اغمق، لاني هحط في اعتباري اني بعد ما اعمل البروتين هيفتح درجتين. فاهمه؟ يعني انا اعمل حساب لو انا هعمل بروتين اجيب الدرجه اللي انا عايزاها اغمق، علشان البروتين مع البيبي ليز هيعلي لي، هيفتح لي اللون درجه او درجتين. والله يعني ده نحطه في حساباتنا ان البروتين. طب كل الانواع البراندات بتاعت البروتين بتغير لون الشعر ولا في حاجات ما بتاثرش؟ لا في منتج ما بيأثرش على اللون الصبغه ولا حتى البيبي ليس، لان البي اتش بتاعه اللي في المنتج نفسه ما بيغيرش، هو معمول مخصوص للصبغه. تمام. طب قولي لي اميره، انت اصلا عندك مكان ولا انت الناس اللي لو حابه تجيلك؟ لا انا اونلاين. انت اونلاين، نزلي بقى صور قبل وبعد. بس والله مش كتير يعني، لان في ناس منتقبات معايا كتير فما بنزلش قبل كتير وبعد. طب في حد جالك مثلا كان شعره صعب جدا جدا وبعد ما عمل البروتين ادمنه، مش عايز يبطل؟ ده كل اصلا اللي بيعمل بروتين بيادمنه. طب ما فيش حد بيبحثوا في شعر الكيرلي يعني؟ لا خالص، صعب قوي برده فكره ان انا افضل طول
الوقت شعري ليس 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 قوي ساعات ده بيزهق برضه يعني. لا والله كل البنات بتحب شعرها ليس. هو طبعا بيوفر بيوفر حاجات كتير ما بتسرحش وكده بيوفر كتير قوي. نورتينا يا اميره النهارده وان شاء الله توعدينا ان انت تكوني موجوده معانا تاني وهاجي لك عشان تعملي لي بروتين في شعري. ان شاء الله تنوري. ان شاء الله يا حبيبتي. ان شاء الله يا حبيبه قلبي. اعزائي المشاهدين احنا خلصنا فقراتنا النهارده وبنعتذر عن اول فقره كانت معانا حصل بس مشكله كده مع الهواء وان شاء الله ما تكررش تاني. وان الضيفه يعني تعبت شويه احنا بنعتذر تاني وان شاء الله هتكون معانا الحلقه الجايه تاني. هتوحشونا. فاصل ونرجع لكم. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وعايزين نعرض صور خبيره العنايه بالبشره خبيره العنايه بالشعر سوري اميره مصطفى. عايزين نعرض الصور على الشاشه. يا ريت الكنترول يجيب لنا الصور البروتين. قولي لي كده يا اميره والصور موجوده الاطفال ينفع نعمل لهم بروتين؟ هو خلينا نقول ان الاطفال ممكن في عنايه ليهم بال في لو طفل شعره كيرلي المفروض ان الام نفسها تحبب الطفل في الشعر ده. ان حرام ان انا اضعف بصيله طفل لسه شعره بينمو وانا اعمل له بروتين. يعني هو في صور لاطفال جايبه صور لاطفال لو عاملين لا بروتين؟ لا مش عاملين صور بروتين لان هو المفروض ان من 12 سنه الطفل يعمل بروتين مسموح ليه. قبل 12 سنه ممكن يحصل ايه؟ لا بتضعفي البصيله بتاع الشعر وده مش تبقى تمام مش قوية للطفل قوي. ده لسه بينمو لسه شعره بيكبر. فانا حرام ما احرقش الشعرايه قبل ما هي تنمو. طب انت بتقولي ان هو ثلاث مرات بس في في في, في يعني في حياتنا كلها. اما ابدا لطفل عنده 12 او 13 سنه ما بروتين ما ده اللي انا بتكلم فيه ليه؟ يعني انت تعملي لطفلك حبابيه في شعره كده. الاطفال بيبقى عندهم حاجه نفسيه بجد من موضوع شعرهم يعني مثلا اللي هو الشعر الافريقي مش الشعر الهايش ولا الشعر اللي بيبقى فيه في موجه بسيطه. لا الشعر اللي هو صعب قوي قوي صعب اللي هو هو ده اللي تنصحي بيه يتعمل هو ده كده. التاني لا طبعا حرام. لا طبعا ما بتستحملش لان الشعرية بتبقى ضعيفة. اما الشعر الافريقي دي الشعرية سميكة الشعرية نفسها بتبقى ليها سم بتبقى مستحملة. تقصدي تبقى مستحملة اكتر من الشعر اللي بيجيلك اطفال عندهم الشعر الافريقي اللي انت بتقولي ولا والله ما كان في حد كتير. بس انا رفضت لان انا مش بحب اعمل لاطفال مش هتستحمل تقعد معايا يعني قدام المكوى كتير. اني طبعا البروتين بياخد قوي كتير ياخد وقت قد ايه؟ ساعتين ثلاثة يعني على حسب طول الشعر حسب الطول والتقل. طب هو لو شعر خفيف برضو بترجحي عادي ان انا اعمل بروتين ولا الشعر ده ما بيبقاش مستحمل الشعر الخفيف قوي؟ شعر خفيف وعايزه يبقى فيه منتج برضو بيدي فوليوم للشعرايه بحيث لان اصلا لما بتعمل ستريت يكون حرير كده ما بيبقاش بيبقى خفيف. فانت بتبقى مش حابه كده ان هي تعمل بروتين ويبقى كده. لا بتبقى حابه تدي له فوليوم او سمك للشعرايه كويس. اتعلمتي ازاي اصلا البروتين يا اميره؟ عن طريق دكتوره. انا دكتوره دكتوره خبيره علوم شعر خدت معاها كورس وانا اصلا حابه المجال جدا جدا. يعني بقالك قد ايه شغاله فيه؟ لا هو انا بادئه ليا 10 شهور اهو بس. 10 شهور والدكتوره هي دي اللي علمتك ومن ساعتها انت شغاله فيه؟ بس انا كمان كنت بحب يعني بروح عند حد اتعلم. واحده برضو بتشتري من منتجات الدكتوره دي فانا يعني البروتين ده محتاج حد يتعلمه مش طبعاً. اي حد كده يجيب لا مش انا اجيب على اليوتيوب طريقه تعمله واعمله ليه طريقه وليه تعليم ومهاره وكده. طبعا ربنا يوفقك وبنتمنى لك يا رب التوفيق يا رب وان شاء الله من نجاح لنجاح وتنورينا تاني ان شاء الله. خلصنا معاكم النهارده حلقتنا. استنونا الجمعه الجايه في نفس الميعاد من مساء السعاده.